الحديث مكمل في البلاتو، الحديث مكمل في الراف ماج، والحديث مكمل مع سندريلا. توت سويت البوكس نيوز. بوكس نيوز سندريلا ان شاء الله ما يكونش اخر اياماتها في لا, لا 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 بربي خلينا هي مشيت معايا في الخطه ومن بعدها خايفه من التلف كرامه خايفه ضميرها النبا خاطر قبيله قالت نشكي براجل ونمنع ونمنع زوجي طلبنا منها في تارك الجودرول وغيره وكذا تقولوا ومن بعد قالت لي شبيكم درتوا عليا بالطريقه هذيك ورغم انه جودرول فؤاد باش يتغشش دونك انا وصلنا المعلومه انا خويا امين مع صاحبي فؤاد ورحمه بابا لا جودرول لا شيء لا نمشي للأخبار الأولاني وهي التصوير دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي وين عمل البارح في قصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد وكان الحديث زاد على إحداث وحذف وزارات في الحكومة التعليق كانت أغلبها تنبير على الاجتماع اللي صار عن بعد ونبره هي ربطوا بين جنازة محرزية العبيدي في وسط الناس اللي كان فين كان حاضر فيها المشيشي واللي كان ما كانش فما تباعد جسدي وبين الاجتماع وشفنا فيها المشيشي لابس ماسك. التعليق كانت هكا البارح المشيشي في تفينة غاطس في الحضبة للعنكوش واليوم الأربع وزراء اللي قعدوا له عامل لهم اجتماع عن بعد وزيد لابس ماسك والله ما لا تناقض فما اللي زاد نبر على زيادة الوزارات وكان فما تعليق من نوع هذا بليه اعمل وزارة متاع عرس خلي التونسي يعرس واللي اعتبر انه تونس في وضع صعيب ما يتحملش وعبر عليه بالتعليق هذايا زيدوا زوز شهر يا كيكا وضع تونس كاروزاره كهو وزير يخدم بالطوع وعد ربي هي تشخر وانتم زدتوا على ما بها واللي لوج على تفرهيد يا مراد وقال فمش وزاره لله والمرح ونوفى بالتعليق هذا ايا مبروك معناها السيارات الاداريه باش تزيد. الصوره تشوفوا فيها رئيس الحكومه يجتمع عن بعد مع مسؤولين في الدولة وقت اللي هو بيدو يحضر في جنازات منهم جنازة المرحومة محرزية العبيدي سكيزوفرينيا منطقة انه يحكي عليها الشعب اليوم 10 وزراء ولا 12 ولا 20 ما تتلمش معهم و5000 في جنازة انتم في الصفوف الأولى وبيناتكم 3 سنتي مستحيل الاجتماع هذا يكون على أسباب صحية أنا ما نصورش خطر ما عنده حتى علاقة بالأسباب الصحية لأنه ما يدخلش المخ أسباب صحية نجتمعوا يعني عن بعد مع الوزراء في حين كل الجنازات والأنشطة الكل مفتوحة بشكل عادي جات في 12 وزير ولا 13 ولا 15 مش نعملوا هكا يعني أعتقد بالكش عندهم التزامات ما نجمش يحصلهم الكل ولا لما في الديار يا أخي لما ولا في الديار وقاعد كل واحد عنده شنية حكايته بعيد في التنقل في الواحد أنا أعتقد هكا ما نصدقش اللي لأسباب صحية مش معقول أنتو كانت وينسا ما صدقوش أنه لأسباب صحية تعقيبه ونجيك مراد لما علينا في التعاتي مع حكاية قيس سعيد البارح ومجلس الأمن القومي وغيره وكذا نقطة الأهم يقولك به لمتوا على الطريقة متاع قيس سعيد ولكن سور لو فون اليوم هشام مشيش لماذا الإصرار على تمرير تعديل وزاري بأسماء تحوم حولها شبهات كانت أسقطت رئيس حكومة فما شبهات معناها خليني نقول ترتقي لدرجة التهمة الثابتة وفما شبهات فيها وعليها الكلام يا أخي مفروض نزاع أنت التهمة الثابتة هذه تثبتها يا لجان تحقيق مختصة كما تعملت مع سيلياس الفخفاخ في البرلمان ثم ينقلها للقضاء بيه. هذا هو الإثبات الوحيد وعلى الشبهات على الريسك بوريه نعاودوا نطيحوا حكومة أخرى بعد وقت ما هو لأنه هنا راهو يا رفيق كل الحكومات اللي تداولت على تونس من 2011 لتوا لاموضة تهبط الليستة تهبط عليها الشبهات الكل كلهم فما منظمات ديما تدخل منظمات من قبل لك العام حاتم بن سالم ما شفناش حاتم بن سالم عاود رشنيه وعنده كاتب عام في كذا في درجه الناس مثلا نعطيك مثال جبدوا على وزره الكل منظمات دخلت على الخط كذا يبقى القرار نتاع قصه هذه شبهات فساد هو قرار متخصص ماهوش قرار نتاع عباد في وسط العركه السياسيه التخصص وين للجان المتخصصه في قصه الفساد مثلا عندك هيئه اسمها هيئه مكافحه الفساد رئاسه الحكومه قبل ما تعدي وزراء
تعديهم للهيئه مكافحه الفساد. معناها انت ضد فكره اللي يقول لك علاش هالريسك يا خويا يا اخي بلاش برهان بسيف باش تسقط الدوله جيب لي واحد اخر ما عنده شيء. لا سي بوليتيك لا سي بوليتيك. لحظه اون بليس عندك ثلاث اربع اسامي كاو ما عندكش شيء. لا سي بوليتيك هذا خياره سياسي ما نوخرش التالي مش اي حد يجي يعمل لي شوشر على حاجه نوخر التالي. في هذا مخطئ المشيشي ولا لا في اصراره ماناش نتهمه في الناس لانه عندهم عائلات وغيره انه يحافظ على نفس التركيبه اللي اختارها نتاع التغيير الوزاري رغم الشبهات رغم الكلام رغم اي واتش رغم كذا مخطئ ولا لا؟ بصراحه انا طلعت صحفيا على الاقل ثلاثه ملفات من اربعه وتعرفني مانيش مع المشيشي معناها ساعات نجم نكون كاسح ولكن بصراحه يبدو لي انه خصوصا اي واتش واطرح نقطه استفهام على اصدقائنا من اي واتش بعدوا ياسر مشاو اتهامات تبدو لي مبالغ فيها نوعا ما على اقصى تقدير اقصى تقدير فما امكانيه تعتذار مصالح مع التوضيح رفيق ولهذا يطرح اشكال انت مثلا تاخذ وزير الصناعه ووزير التشغيل باهي انت في الصناعه والتشغيل تحب ناس عندهم خبره على الميدان خدموا مع المنظمات العالميه ويعرفوا اوساط الاعمال وكل باش تستنفع بهم ايه ناس هذوما كي خدمت في اما بالنسبه لوزير الصناعه مع دي جران جروب اندستريال قول انت كي باش يشد وزير باش يقعد بعلاقه به والا مع وزير التشغيل كان من اهم الاخصائيين في ميدان تمويل المشاريع وقت خدم على المال باش تستنفع بخبرته تحب تستنفع بخبرته ولا ما تحبش تستنفع بخبرته ولا كل حاجه باش يعملها انا نطرح نقاط استفهام وهذا اشكال في الكاستينج انت قبيلك قلت البورين شوف اسامي اخرى كاستينج صعيب كي تحب ناس مجربه في التشغيل يعرف يجيب لك 200 مليار دي فون من الاترونجي كان يعرف يجيبهم كيفاش معناها راهو خدم في الدومين بالنسبه لسي بن تونس كان ريبريزونتون تاع ان تري غران جروب اندستريال هذاك وين تعلم الخدمه باهو عنده اشكال اخر خاطر زاده من مكونين قلب تونس لك هذاك اشكال يبدو لي اللي اليوم الدوله وقت تعمل كاستينج الغالب يلزمك تاخذ ناس اللي في وقت من الاوقات باش نوضح موقفك مراد خاطر قعدت تحل دونك انت كان جيت بقعه المشيشي تصر على الشوا نتاعك نعم. على خيارك نعم تواصل فيهم و... نعم به. نعم مع لانه انا تناولنا النقطه فوالا الناس اللي تلوم علينا قالوا ما تناولتوش النقطه انا حكينا فيها بوريان يقول لك عادي مراد كيف يقول لك عادي ما قلتش عادي لا بمعنى هذاك الخيار يا خويا شبهه فساد وقت اللي تعدى للقضاء وتولي حاجه ثابته موضوع اما هالكلام في كل شيء فساد فساد باش يخلي تونس توخر التالي قضيه ياسر فخفيخ مختلفه رفيق ياسر فخفيخ عمل شركه ما تخدم كان مع الدوله يا رفيق نرجع المثل هوني في بلاتو نتاعك وعندك روني كوريت عندهم شبهات فساد ولكن انت ما طرتهمش تنتظر في القضاء يقول كلمته دونك نصور المشيشي ماشي في الخيارات نتاعك شكون مثلا؟ على مراد بطبيعه الحال عنده تنتظر مصالح كما نعرفوا ما نحبش نقول اي حاجه شكون اخر؟ برهان معناتها مازال ما تفكش أميمة العياري توا باش تحللها جلسه مع الجوزه شكرا شكرا وصلت رايك وصلت راي الاخبار الموالي نحكيو على تونسي خلى الجوج ماذيا كل اللي سايره وغيره وكذا عجبتوش حاجه مش يصلحها بيديه التفاصيل يلا هي حكايه مقاول تونسي اسمه كريم عرفه ومعروف باعماله التطوعيه في عديد الجهات في البلاد حط الرحال المرة هذه في جندوبة في ولاية جندوبة وتحديدا في معتمدية بلطة بوعوان غديك التلامذة ما ينجموش يمشيوا للضفة الأخرى اللي فيها المدرسة على خاطر فما واد يخي عمل بادرة وحده عمل جسر يخلي التلامذة يتعداوا منه كنت نجموا تشوفوه الجسر هذا لكن قال حسب التدوينة اللي كتبها على صفحته في الفيسبوك قال نجم انه يعمل جسر هذا بالرغم اللي فما عرضوه برشا عراقيل وبرشا تعطيلات وزاد طالب انه الناس تعاونوا على خاطر مازال ناقص الجسر هذايا بعض التحسينات التعليق كانت هكا من عند التوانسة ناس تخدم في بلادها وتجيب الرحمة ليها ووديها وناس تسرق وتنهب وتجوع في الشعب ومشابعين كان من دعاء الشر واللي قال لبلاد ماليها كان رجالها ما تستناو شيء من الدولة الفاسدة كل واحد يخدم على روحه ويضيف باللي نجم واللي لم على الدولة وقال والله شيء حشم ولينا في دولة المواطن متكفل بها ونوفى بالتعليق هذا 24 وزير 200 والي 264 معتمد 350 رئيس بلدية ما نجموا يعملوا شيء والشاب هذايا وحده قام بالجسر هذايا ومنع التلامذة وخلاهم يقراوا كان جيت في بلاصة المسؤولين لنستقيل كلمة برنس ها في وسط هالخوار اللي ساير هذايا وكل اللي عايشين فيه تونسي خليكم وحدكم تحكيوا بلاتويت وسياسيين وغيره مشى
تعدى للاكسيون مشى يصلح جسر ينقذ به حياة توينسا ويسهل لهم حياتهم سرت ويسهل لهم لأنه اللي عايشين فيها عذاب يوميا مش تعديهم كل بين زوز البلايس هذيكم معناه هو الاختار حب أقوله يا كريم عارفة ساعة بارك الله فيك في اللي عملته هذه تعتبر إنجاز لو كان كل تونسي يعمل حويجة هكا وقت اللي تصب شتاء تفيضك اللحود تعرف ايش واحلى رفيق خليني أقول لك في الحي اللي نسكن فيها في كرتاج تو واحد منا يخرج وينظف حق النقرة حشاكم يهبط الماء على روحه لا احنا الناس كل تغط لكن كي راوك تنظف تعرف شو يقولوا لك ما يا ودي شبيك خلي البلد دي تخدم يا كريم اخدم وتلقى الفرصة اخدم وانا راني نتكلم فيك بحماس لاني سبقنا في الشركة متاعنا اللي هي تتعامل معي فهم شركة شيل واني تنقلت بكل الكوادر متاعها مشيت بحذا في اقصى الشمال في الحدود التونسية الجزائرية وسي هشام قاسم ربي فضله عملنا قنطرة من أعلى تراس بأيادي عمال وكوادر شال بوران هذا يفرحك ولا يخوفك؟ يفرح بالضبط زوز حاجات نبنيو جسور زوز حاجات زوز حاجات الانيسياتيف محلاها المبادرة متاع المهندس اللي هو راهو جانا في التلفزة راهو حكى كيفاه يلم في الفراي متاع الحديد ويعاود يريقلو وحطوا بالطريقه هذيك اللي تسمح للتلامذة صغيرات باش تعبرك الجسر هذيك باش يمشيو لمدارسهم في الظروف هذيك بطبيعه الف تحيه اللي هو على المجهود اللي قايم به ولكن في نفس الوقت هذا ما يلزمش يخلينا ننساو خطوره ان الدوله تخلى على مسؤولياتها السلطات المحليه تخلى على مسؤولياتها في انها تصلح حاجه اغزل شفت البيروقراطيه اللي ما جبتش تعملوا هي اكيد راه مش مشكلة امور ماديه خاطر الدليل انه تعمل الجسر هذا مش كل تجرى طلب عروض ومهندسين وكذا يعتبروا اولويه هذيك المشكله الاولى انه يعتبروها وليه ويتعداوا للاكسيون ويجتمعوا على خاطره دونك ياخذوا عقود يمكن عقود ماشي هو خذا المبادره ومشى حطه وربي تستر ينجم القانون يقول له ايش قاعد تعمل غاديكا وراه ممنوع قانونا تعمل هكا وتتحمل مسؤوليتك وكان ما فيش اجراءات السلامه وكذا ينجم والله انا خايف لا تصير كارثه لطف ولا حاجه يولي هو المسؤول عليها بعد ما حب المبادره نتاعو متاكد انه مش يلعب روح الناس وانه شيء في امور مقاول مهندس هو مقاول وغير وكذا ولكن ما نخافوا اللي يمشي يعمل انيستيف ولا يتحاسب السيد اللي جاك للتاسع نتاع دار الشباب وغيره وكذا وين وصلت الحكايه سيدي حسين لا لا تحلت يبدو الاشكاليه قاعده الواحده مفتوحه كبراني تدخل راهو في مساله يعمل على قاعده وبفضل الشبكه العلاقاتيه نتاعو حل المشكله في سيدي حسين وبيانتو 2024 على القريب معناها تحضير معناها والنسب تاع يا خويا اوموان واضح وصريح بورهان كي يدخل في طرح نتاع السياسه يعني مش انت تبدا تلعب ملتيري يوسف الشاهي وقت توقفوا في طروط وتصوروا كل الصراحه نتاع بورهان يقول لك انا زلم وراكب على الثوره كون صريح كيما بورهان كنا راكب على شكون كنا راكب على شكون سندريلا توسويت تحكينا على عربيه حمادي كانت حاضره البارح مع صديقنا محمد الخميسي في الدوامه اي البارح كانت حاضره في برنامج الدوامه نقدت برشا حاجات حكيت على برشا مواضيع حتى انه قالت من بين التصريحات اللي قالتهم انها صحت على اعتذار سليم شيبوب بالغصب وقالت انه تهدد حتى بالذبح ونقدت زاده وسائل الاعلام اللي نقدتها وقالت انه فما تحامل كبير عليها منهم فريق برنامج معاش كان تعرفوها برنامج رفماك وتحديدا سونيا الدهماني رفماك نسمعوا مع بعض طبعا تمسيت وقت اللي سونيا الدهماني عندها بلاتو عندها ميكرو والرسمات مع خمسة ستة من الناس ياكلوا ويشربوا ويصبحوا ويمسوا على عربية حماية بطبيعة نتمس وقت اللي هي محامية وتعرف كواليس القضية وتفاصيل القضية وتعرف شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش ورغم هذاك أرضت أما مش نفسها طبعا تمسيت الله أعلم ثلاثة نقاط الله أعلم معناه انت مادام توجيهوني في المباشر في الميكرو توجه تهمه ضد مجهول علاش اتهمتها شنو ارضت ارضت طرف مجهول الله اعلم قد تكون ارضت زوجها قد تكون ارضت غرورها قد تكون ارضت قناعتها لكن لم ترضي نفسها عندي انا مادام احترم على القليله ذكائي وذكاء المستمعين كل القراءات ممكنه احترم شويه ذكائك كي تقول هكا انا نحترمك انا زاد نحترمك كنت تعرف هذا لكن كي تقول بالجمله هذه مادام ارضت الله اعلم شكون ارضت وتسكت الله اعلم فيلين ذا بلانكس فيلين ذا بلانكس تمنيت تكون عندك جرأة تكون ارضت لا لا اجرأ مني ما فماش وبعد في اخر الحلقه عربيه حمادي غادرت برنامج الدوامه هو لما حل في نهايه الحلقه معناها في اخر البرنامج بعد مساله خميسي على سليم شيبوب قال من عفها في الاخلاق خاطر هي كانت تشكر شيبوب الى فيديو معناها الفيديوهات اللي سمعنا بهم شيء ما عجبش عربيه وكانت هكا اجابتها
من رفعه في الاخلاق والتعفف، شنو اللي يخليه يتبدل 180 درجه؟ قله التربيه وقله الاخلاق نتاع امخاخ برشا عباد ما نحبش نقول. كيف اللي يطرح الاسئله هذه؟ كيف اللي يطرح الاسئله هذه؟ اي مش انت، مش انت، كيف اللي يطرح الاسئله هذه؟ مو هذا السؤال قلت لي يطرح، يطرح ولا لا في الاذهان؟ انت تطرح سؤال صادر عنك ولا عما قيل؟ انت تو مدام في المباشر، انت طرحت سؤال من عندك، انت في المباشر. اي ايه انا باش نقعد نحترمك مدام، وانا نقدرك. انت طرحت سؤال من عندك، انت تعرف قلت لي قبلها، وانا نحترمك. تعرف قلت لي قبلها بثواني قلت لي هذا ما يقال، لازمني نسالك. نحترمك مدام. يا اخي كان السؤال من عندك حاجه وكان السؤال من عند غيرك نحترمك. قمه قله التربيه والاخلاق نحترمك. والفساد في النهاية ويا خارجة قالت إذا عندكم معروفة برشا تعليق من عند توينسة اللي جاي مع عربية حمادي وكتب حتى هو كثر عليها وتحامل عليها برشا. فما اللي قال باللي يسيبوا المرأة خلوها تعبر كيما تحب، علاش تجيبوا فيها باش تنقدوها؟ وفما اللي قال علاش تكذبوا على الناس؟ المرأة جاوبت على كل الأسئلة ما غادرتش هكاكا، عندها الحق أنها تمتنع من الإجابة. واللي كان ضد وقال يا أخي عربية ماك تنقد في الإعلام، علاش من بعد تقبل الدعوات وتمشي ومن بعد تخرج متغشى؟ ونوفى بالتعليق هذا، علاش انت تنقد وتقولش تحب وتنقد اللي تحب ومن بعد يقول فيك كلمة ما تعرفش تعمل فيه تيرادة؟ اقبل كما تنقد، اقبل النقد. مرات تعليق. انا اول حاجة ما نحبش نعلق على الناس اللي ما تحترمش قناتنا وبرنامجنا، دونك مانيش باش نعطيها مساحة أكثر من اللي خذيتها. هذول خذيتها 3 أو 4 دقائق ما عنده مايمة، هاكا عملت باز على باز. يا خويا ربي يعينهم، انا ما عندي ما نعلق على المسائل. ما عندك ما تعلق به برهان؟ نفس الشيء باش نقول با الدوام هذاك ستيل نتاعو زميلنا محمد الخماسي وكذا، ستيل الاسئله البوسي القدام وكذا، وكل ضيف وكيف يتفاعل في الحكايه هذه. فما جماعه يقبلوا قانون اللعبه بتاع محمد الخماسي في الدوامه، فما جماعه ما يقبلوش. لكن باهم انا سمعت الانترفيو، انا موجود في الاسئله، انا موجود، انا موجود في الرفماك تقريبا تو عندي عام ونص تقريبا، عملنا حوالي اكثر من 600 ساعه بث تقريبا اذا كان نحسبوهم تواطيل عام تقريبا. ما شفتش برشا تركيز معناها اللي تتخيل فيه صديقتنا معناها عربيه، ولا جا اداره التحرير اجتمعت وقالت اسمع غدوه رانا يلزمنا نركزوا، ولا جاتنا التعليمات كالكوبار بخصوص المسائل هذه. با جينا في حاجات اخرى صحيح سيدي كما متفاهمين فيه كذا، لكن الموضوع هذا بالذات ما فيه ولكن ولكن انا ماني ما نفهموش انك تقول وسيله اعلام بها وعليها كي انت عندك الفكره هذه، علاش جيت واعطيتك ساعه وسيله اعلام هذه باش تحكي؟ مريت حتى سؤال طرحه البارح خماسي في هكا استفزاز، هي اسئله الشارع، اسئله الناس الكل، كان تصعيد مبالغ. انا ظهر لي شو معناها انا تخرج قبل بدقيقه واغادر وغيره وكذا، ما فماش علاش تدعو لل معناها انها تغادر. حاجه اخيره وقت اللي بون هو حره باش تقاضيه، وقت اللي يطرح عليك سؤال وما يعجبكش مثلا ما تتهم سؤال تطرح فيه تونس كامله كيف مرة من إلى، معناها عادي ما واجهلكش تهمة خطيرة. أنت تتهم بقلة التربة، تقول الناس اللي تسأل هو طرح عليك سؤال كمان هو بارد دم وتسمى ما جاوبش. عربية حمادي في مخ اللي احنا مستهدفينها وهو أبعد ما يكون، راهو نعطيو في أراني نجمو ما يعجبوكش مدام سونيا الدهماني، أبعد ما يكون كيف كيف أن تكون مستهدفتك هي قراءتها للأشياء. نجم يكون اللي عملته أنت راهو مش عاجبنا، احنا أحرق هذاك راينا، انا نستهدفوك ما فماش علاش نحي من مخك انه انت خاطر تسب في الاعلام احنا رانا ضدك. احنا متيقنين كيفك انه الاعلام في جزء مهم فيه برشا فساد، وانه فما اعلام يخدم عادي قد يحلل فيوفق لا يوفق هذاك موضوع اخر. لكن هل الاتهامات واللي ضدك تقريبا راك ماشي في نفس المنطقه نتاع السياسيين، انت ما عجب ما قلت كلام فيه غالب دونك انت ضدي دونك انت مع الاجنده الاخرى دونك كذا، هذا لا يستقيم يا مدام عربيه. انا جاوبنيك جونتيمون. نخرجوا فاصل ونرجع بعد شويه للكويز. الكورونا بالارقام في العالم، اكثر دوله ضربتها الكورونا وبالارقام هي الاكثر تضررا، شكون الدوله هذه؟ يلا برنسي. ودي اكبر دوله عندها شعب بزيد هي الصين اللي جا فيها كورونا مش بالضروره خاطر سيرولاتيف. باهي سندريلا. بريطانيا. بريطانيا زياد. امريكا. امريكا مراد. الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده. اكثر من 400,000. الهند. الهند، عندنا هند، عندنا الصين، عندنا امريكا، عندنا بريطانيا. عندنا جواب صحيح. امريكا. باكثر من 25 مليون اصابه
بأكثر من 419 ألف حالة وفاة رغم القوة العظمى متاعها، فالله أقوى وأعظم. الولايات المتحدة الأمريكية جواب صحيح، وبانت تعلموا منه برشا دروس. برهانة أمريكا قوتك، دنيتك، قراراتك، فلوسك، منظومة صحية كذا هي الأكثر تضررا اليوم بالأرقام وحتى رولاتيفمون للبوبيلاسيون. وهذاك علاش رفيق احنا ساعات نكونوا ما نكونوش ديما قاسين على دولتنا وما نكونوش قاسين على مسؤولينا في حكاية الكوفيد. جواب السؤال الموالي 188 مليون هو رقم اليوم، 188 مليون هو رقم اليوم في تونس. شي نجم يكون برنس الرئيسة المديرة العامة بتاع تونسير فالو سبوع هذا ربحتنا في 188 مليون. هو لما حال بارح برشا تنبير على الرئيس المدير العام، قالك تعدي 24 ساعة وما تصلحت حتى الطيارة، إن شاء الله من أخير. برهان 188 مليون حجم الزيادة في الديون السنة، مليون دينار معناته سندريلا. نفس الإجابة، نفس الإجابة. أنت راك تسمع مراد فلوس 188 مليون هو رقم تبع الأخبار تعرفه تبع الأخبار. فلوس 188 مليون بوز. لا 188 مليون دينار ولا 188 مليون، لا يذول بلكش في علاقة بالنفايات. هو الطن 188 مليون طن تونس ويحلى فيهم مثلا نفايات. جراف انت غشيت في السؤال، نورمالمون تقول هذا 188 مليون ايترا يستهلكوها توانسة من الشراب. سامحوني جواب صحيح زياد المكي. 188 مليون ايترا من الجاع استهلكوها توانسة في 2020. مليون كرونيكور هوني استهلكهم وحالهم ما يعادل 537 مليار زيادة تقريبا كل عام. برهان ب 10-15% نحكيه على 188 مليون ايترا. هل هناك ما يفسر هذا برهان؟ استرس والاحباط والاكتئاب وجو الكورونا والقعد في الديار مع بعضها جماعة من الجبهة هذيك نزلوا على الكحول باش يواجهوا صعوبة الوضع في مخاخهم. سمعت قلت له رفيق فاض نرجع لربي، قال لي ما بعضهم انا بذي بعد العشاء افعل ما تشاء. ذي هو برهين بسايس. والله رفيق كي تشوف ارقام كيما هكا تفهم اللي الشعب ذي نورمال كي نخرجوا احنا في الدراسات اكثر شعب اكتئابا، على خاطر كيما قال مالوغوزمون سي برهين الشعب كي يكتئب يحب يمشي يعمل جو كي زيد مكي. يا رفيق انت شوف مراد معناتها الصباح يجينا نحن نشوفوا تعرف معناها بحساب سامحني كل مواطن تونسي عنده 15 نيتر. كل مواطن انا حسبت على زادولت اللي عمرهم اقل لا حسبت على 12 مليون. دونك من بعد كي تنحي الصغار وتنحي اللي ما يشربوش وتنحي اللي كذا تلقى الناس اللي ثلاث في الشهر اللي هي مش حاجه كبيره. شنو ثلاث في الشهر؟ انت عندك الصغار قداش على قد قسمت انت؟ لا انا قسمت على 8 ملايين ونص اللي هم عدد لي زادولت، معناها اعتبرت لي اقل من 18 سنه ما يشربوش. كل شهر يشرب وشهر ما يشرب، دونك تقسم على 44 فما نسبه من الشعب سيتير معناها ويس يا رفا. وسبب المثال مراد ترى ديما تبيب زي سانتول تحت السباح السبع متاع السباح. اي ما خاطر ما يفيقش معناها الشعب كان يتوب الدوله تزيد كريمه تدقدق. معناها الشعب ذا كان يتوب الدوله اقتصاديا تبرك. يلا السؤال الموالي، السؤال الموالي من القائد من تحت حسمس. السؤال الموالي من القائل نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. من القائل نحي تليفون هذا ساعة ينطبق علينا الناس ينطبق على وضعنا اليوم. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. زياد من القائل الإمام الشافعي برنس بما تخلوا شافوا الإمام الشافعي ما دخلت ها جلال الدين الرومي باعتبار جاته مساج زياد والله لا الشافعي أبو العلاء المعري مراد البشير خريف في نجم نعيب زماننا والعيب فينا. هذه ما عادش باش نقول حمد العروسي شكرا يا عمر. شفت معناتها هاي بشير خريف. شكرا يا عمر. علاش بتجاوب بشغاش؟ ضحكني. لا معناها احنا
انا نستنقصوا من قيمه بشير خريف. مش نستنقصوا من قيمه بشير خريف. يشيطن في بشير خريف. يشيطن في التوانسه. نعيب زماننا والعيب وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنهجانا. القائل هو الإمام الشافعي جواد زياد المكي. صحيح. أعملها كالفاز هذيك يتربع على العرش. جواد المكي صحيح. نمشيو للسؤال الأخير. سؤال الأخير. نحيلوا التليفون. أعطي التليفون حطه غادي به. أنت كيفاش تعرف شكون الإمام الشافعي؟ والله هو عالم في الإسلام. قال لي برهان تولد في فلسطين وتوفى في مصر. واش تقدر تقرا معلومات في سكوندا؟ برهان يحب الميوعة. بعد يقول لك على كيفاش. السؤال الاخير. اكثر بلاد في العالم ثقافه عامه نقعدوا فيها ديكالاج اورير في وسطها. في وسط تعرفوا تو مثلا تونس زيد دقيقه في صفاقس نحي دقيقه في من عرش فين هي فيها اكثر ديكالاج اورير. شنية البلاد هذه؟ راف ماجور الاجوبه. نبدا بالبرنس. يلا. الصين كبيرة ياسر هكا بعيد على الصين. سندريلا. الهند. الهند برهان. الصين كما قال لي انا جاي بالعربي. الصين زياد بلاش تليفون ترا. الصين 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 يا زهر. الصين سور الصين. برا فيك برا سيد الساد خليها فترة فيك. ترا الف شهور. ربما بنتاعها بشكون. قول كيما زياد. سيد قرمازي هو اكبر اكبر بقعة فيها ديكالاج. مراد. كندا. 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 ماهيش الكندا ماهيش الصين دخلت ل 11 ساعة ديكالاج اورير ما بين بلاد في وسطها معناها منا وبلاد من الشيرة الأخرى. استراليا. نحكيو على بلاد ال لونكل سام قيصر بوتين. نحكيو على روسيا. الأجوبة خاطئة. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. إبا في وسطها نخبة من المثقفين والكرونيكورات يتحصل على المرتبة الأولى ويتربع على عرش هذا البرنامج يسحق الجميع بتحاليل وبثقافته العامة. نحب تصفيقة كبيرة كبيرة برشا. برهان بتيسة ياسر ما نجمش نقول خاطرك تغش خاطرك تغش. انا مع مراد تو في كل تحاليل وشيتنا والكل نكشفوا الملفات بعد شوي. نعود بعد الاخبار 9:30 مكملين نحكيوا بعد شويه في البطاقات في الكارتون دو جور ما تبعدوش في حلقتنا اليوم واصلين معاكم بالبطاقات وقت الكارتون دو جور. كارتون دو جور. يلا البدايه بك مراد. احداث 26 جانفي الخميس الاسود عوده على تاريخ وعلى يوم مهم في تاريخ تونس. تفاصيل الخبر مع مراد. يلا. لكي لا ننسى 43 سنه التالي في اخر نهار الخميس بدينا نسمعوا بعدد الضحايا واللي بلغت وقت المئات. حصيلة رسمية تتحدث على 350 فما شكون يتحدث حتى على 1000 قتيل في الأحداث هذه. كنا نرجعوا فقط للتفسير لأنه فما ناس نسيت 26 جانفي نسيت الخميس الأسود. مدة أسابيع قبل 26 جانفي كانت حالة احتقان كبيرة ياسر ما بين حزب الاشتراك الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل بعد إصلاحات كانت نجم نقولوا أول إصلاحات ليبرالية في تونس وكان داير على رأس الحكومة وقتها السيد لادي نويرة اللي طبعا هو كان رجل دولة لكن خذا قرارات مشيت تقريبا مست من الطاقة الشرائية وكان ضد الزيادات للموظفين وكان ذلك كذلك خلاف سياسي لأنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 76 و77 بدأ يقوى وبدأ يدخله اليسار إلى درجة وأنه ولا يخوف الرئيس الحبيب بورقيبة ويخوف الحزب الاشتراكي الدستوري اللي وقتها للتذكير كنا في نظام الحزب الواحد والرئاسة مدى الحياة جوست باش نذكروا التاريخ. ومن بعد طلع الحبيب عاشور مرحوم الله يرحمه وينعمه واللي كذلك التاريخ نساه يا برهان نسينا شخصية الحبيب عاشور الزعيم النقابي وقال ما فماش مجاهد أكبر ما فما كان مجاهد أكبر وحيد وهو الشعب التونسي. أخي بورقيبة قرر ضد الرأي متاع برشا ناس نصحوه وأنه يتم إيقاف الحبيب عاشور وكانت نقطة انطلاقة لاحتجاجات كبيرة وكانت تقبلها كذلك نقطة انطلاقة لميليشيات الحزب الاشتراكي الدستوري اللي هبطت على المقرات متاع الاتحاد الجهوية وكانت حالة احتقان
وكان ضمن الجهاز البوليسي اللي كذلك أذن بضرب الرصاص على المتظاهرين زين العابدين بن علي وقتها كان في إدارة الشرطة. هذا على كل التاريخ. فقط باش نذكروا سياسينا اليوم وأنه راهو وقت تلهب ما تعرفش عليها وقتاش تبدأ تعرف وقتاش تبدأ تلهب لكن ما تعرفش وين تنجم تولس وين تنجم توصل. الحراك الاجتماعي في تونس عنده تقاليد عنده تاريخ وهذه الصفحة وإن كانت صفحة دموية وأنا شخصيا وقتها كان عمري 6 سنين وقعدت تروماتيزي كنت نسكن في شارع باريس بصوت الكرتوش لأنه صوت الكرتوش الحي راهو ماهوش كيما صوت لاكريموجين حاجة تقعد لك في المخ مدة عوام وعوام وعوام. فأنه راهو الشعب هذايا وقت اللي يقوم يقوم وقت اللي يقوم ينجم يزعزع دولة بكاملها. فبالتالي إذا كان ناخذ عبرة هو أولا وتشوف الأيام الجاية باش يكون دوره مهم أنه اليوم ما نجموش نبنيه حاجة خاصة في الوضع هذا دون أن نعتمد على الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قاعد تاوي حذر في مبادرة طيبة في الحوار الوطني وإن كانت أفرغت نوعا ما من محتواها. وثانيا أنه راه الإصغاء للشعب التونسي ما هوش أوبسيون هو ضرورة وإن كانت التحركات اليوم الموجودة تحركات منظمة مرة أخرى غير عنيفة بناس مش ملثمة فإنه من واجب الدولة أنه تسمح. برهان تعليق على الخميس الأسود على الناس اللي تحب برقيبة مثلا ما تقبلش حتى تحكي فيه يمكن الموضوع هذا رغم اللي العديد نتاع الناس اللي مات كانت كبيرة أكثر حتى يمكن الناس توفيت في الثورة في ساعات قليلة معناها صارت العمليات هذية. اليوم كي تحكي مثلا هذا تقول برقيبة قتل الناس هذية يعني الله يرحمه زعيم وفيزيونير وصانع تونس الدولة الحديثة وغيره لكن هذا جانب صحيح من التاريخ ما نجموش ننكروه. علاش يزيدنا نغمضوا عينينا على هذا؟ بالعكس الناس كل تعرف 26 جانفي تضرب بكرتوش وماتت العباد اكثر بكثير من اللي ماتوا في 14 جانفي واللي ماتوا في 3 جانفي 84 اكثر بكثير من اللي ماتوا في 14 جانفي 2011. تبقى الاساس هي شنو هي الخلاصه الازمه السياسيه وقت اللي تخرج للشارع هي شنو هي ازمه سياسيه عركه بين اجنحه النظام 78 الاتحاد العام للشغل في وسط العركه هذه وسي لحبي بعاشور في وسط العركه ما نساوش سي لحبي بعاشور وعضو ديوان سياسي للحزب الاشتراكي الدستوري يعني. عركه داخل نظام يعني الحكايه هذه بين اجنحه متصارعه امتدت للشارع والتسيب الشارع هذاك عليه. راهو السياسيين في تونس فما قاعده راهو تحبوا تصدروا ازمتكم السياسيه للشارع باش تدفعوا الثمن البلاد تتحرق في كل المحطات راهو اللي يخمم راهو خاطر 26 جانفي 78 نجم يعاود كيما 3 جانفي 84 نجم يتعاود كلها ازمه سياسيه يتم تصديرها للشارع وفي الاخر شكون؟ سي الحبيب الله يرحمه يدخل الحبس بعد خرج في 81 اما الناس اللي ما ترجعش الناس اللي يحرضوهم السياسيين ويهبطوا للشارع ويصدقوا الحكايه ويحتجوا ويحرقوا ويعملوا هذوك اللي ما يرجعوش هذا اسقاط على السائر اليوم ويتسماوا شهداء حتى الاسماء أنا أجذب تنسى الأسماء وتذهب في دائرة النسيان هذاك عليه راهو حذاري الأزمات السياسية ماذا بينا تبقى ديما داخل المؤسسات مادامي داخل المؤسسات النجم نعالجوها من غير المسؤولية اليوم أنه الأزمة السياسية يتم تصديرها للشارع. واضح نمشي ونحكي بعد شوية على الترجي الرياضي التونسي في علاقة بالتكنولوجيا هكا يقول البرنس نحكيه على سلوم حداد مع السندريلا بعد الفصل. مواصلين معاكم بالبطاقات نحكيو على الترجي والتكنولوجيا تفاصيل البطاقة تسويت مع البرنس. شوف راف أمام الوضع الصعب اللي نعيشه فيه في تونس على خلينا نقوله جميع الأصعدة في الرياضة ترجي رياضي يهتدي إلى حل باش نعوش به أموره المادية وما بيناتنا خلينا نقولوها صراحة مش خاطر أنا ولد الترجي عودنا الترجي أن يكون القاطرة لوكوموتيف في عدة أشياء الترجي فندق الترجي المغازة الترجي موبايل والبارح يعلن الترجي في ندوة صحفية عن انطلاق خدمة جديدة اسمها الترجي باي الترجي هذه تو باي 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 با
باي مش باي مش باي تشري معناها تو باي. ممكن نتكلم عن الترجي ندخل بعدين مش مشكله. المهم فما حاجه في التكنولوجيا امور في التكنولوجيا اش معناه اللي تحب تخلص توا الكهرباء والماء والانترنت ولا تحجز في فندق الترجي هذوما الكل تخرج في الترجي هذيا باي. تحبوا تقولوها باي باي وانا نقول لكم صحيح يرحم والديكم اللي صلحتون لا جماعة الدرجة تبدي يدخلوا لي بتليفونات بعد شوية فهمتوا كجماعة اللي تحب هكا هكا شبيك قلت غلط. الدرجة سباق في كل شيء بربي منحبش نقول شوف الدرجة ايش قاعد يعمل ماهوش انجاز هو كبير ياسر لكن شوية تنويشة منه شوية فندق منه شوية بحويج منه شوية هذية بتاع تدخل مع كجماعة علاش كان كجماعة التليفونات وكجماعة هما برك يصوروا خلي احنا نصوروا معاهم حويجة كي نصوروا معاهم حويجة فليس مع فليس ولي وقديس ونجم الرجلو بيهم ورنا في الترجي الرياضي التونسي وتوتا توتا خاص الحدوتة حتى مش جيل عملوا راه الترجي جيمش ترجي ستور تقى معنات بيبزيت بتاع جيل وتاخو والله انا من اخو كان غادي تاخو جيل من جيل من ترجي ستور الترجي يمسك بخيوط التكنولوجيا الترجي يمسك بخيوط التكنولوجيا هكا يقول برنس منصف بن سعيد هي تمسك بخطوط الفن وتحكينا على سلوم حد ده تفاصيل مع السندريلا يلا شوف رفيقين البارح حطيت ايتي بالعربي قعدت نتفرج قلت فماشي خباير ولا اثنين ناخذوا باش نحكي في الرفمك تفرجت بتبيع على محمد رمضان اللي ديما يحكيوا عليه هاكا محمد رمضان بالرغم اللي كلي الستاكا والمشاكل هبطت عليه بوه على خوه اما بالرغم ذي عامل غنيه مصباح صلاح الدين يا مراد عامله 3 مليون في نهارينا كهو باش يمثل في المسلسل موسى في رمضان مع سمية الخشيب وربح القضيه اللي ترفعت ضده بعدم قبول الدعوه انه يتمنع منه يتمنع انه ياخو التصاريح باش تخليه يغني ويعمل حفلات دونك ربح القضيه وبكى تعدي لي ممثل الممثل هذايا رجعني للماضي رجعني لعام 98 رجعني المسلسل تبعنيه التوينسا الكل وتفرجناه اللي هو سلوم حداد اللي انا نعتبره واحد من احسن الممثلين في سوريا وفي الوطن العربي شكون منا ما يتفكرش المسلسل كواسر تعدى عام 98 تفرجنا عليه عشنا كل حياة الخيالية متاع القبائل صراع القبائل وكلنا نتفكر الشعار شعار مسلسل الكواسر ولا قبيلة الكواسر وقت اللي ينتصروا على معركة دو يعيطوا كواسر 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 بعد جاو جوارح بالطبيعة قلت بيني وبين روحي وينهم المسلسلات هذوما ويني كواسر وين مسلسل زنوبيا توحشنا نتفرجوا في المسلسلات اللي من نوعية هذه في رمضان فيهم تفرهيدة فيهم رونق آخر فيهم طعم آخر يخرجونا هكا من الواقع ويرجعونا للتاريخ ويخلينا نعيشوا في الخيال الجديد اللي سلوم حديد هو باش يرجع ما باش يرجع في عمل جديد درامي في وضح النهار قلت مصب رفماق يوصل للمخرجين العرب مش التوينس خاطر نعرف مصاب شو مصاب مصاب نتاع مصاب 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 نيفية ولا مصاب مصاب ولا نقول مصاب مصاب نيفية شي يعجب يعني سيبت سلوم حديد ولا شنية وقفت في مصاب مانيش حاطتها هنا ديكتاتورية في الزابينغ مصاب صوتي يوصل للمخرجين خليها خليل الأغنية يوصل المخرجين العرب ويرجعوا يعملون مسلسلات من نوعية هذية تاريخية وإلا فيها فانتازيا وخيالية خلينا نتمتعوا بهم شو العمر شي عمل بالعبد بورين قدش كبر ذكروا كواسر وشقيف وغير وكذا وكل تتفكر وقت اللي يحكيه على ما هو عمل كل عكسة هكا في راسه من فوق مرض براسه تلمون ديما يحجم في راسه وذيك بشتوح في راسه معناه عملت له برشا مشاكل في راسه ممثلين يتعبوا زيادة هي والبطاقات معاش عندي وقت بورين يعطي بطاقة وبعد شوية زيادة المكي نختموا بهم بطاقات برهان الديوانة والمطار التفاصيل بطاقة خضراء المرة هذه لنشاط الفرقة الديوانة المختصة الموجودة في مطار تونس قرطاج الدولي في ظرف 24 ساعة إحباط 3 عمليات يا حاج متاع تهريب مخدرات مش نعرفوا راهو بلادنا ولات دخلت في السيركوي متاع التجارة الدولية متاع المخدرات كسوق استهلاك وكمعبر اليوم أنه مصالح الديوانة في مطار تونس قرطاج تحبط 3 عمليات وثلاثة عمليات زادة مش سهلة لأنه العباد هذوما جايين وهما بالعين كبسولات اللي فيهم الكوكايين وفيهم القنابل الهندي معناها بالعين كبسولات منهم مرأة أي واحد جاي على الدار البيضة واحد جاي على كوناكري
كوناكري من غينيا، معناها بالاساليب المفترض ما يكشفها كان العمل الدقيق لقائم اولا على المعلومه ثم القائم ثانيا على الرصد والتفتيش الدقيق. كي نقولوا اليوم في ظرف نهار 24 ساعه تحبط 3 عمليات، تعرف الحجم انه بلادنا مستهدفه بتجاره من تجاره الموت، تجاره المخدرات. هذاك عليه مصالح الديوانه في مطار تونس قرطاج معناها جديره بالتنويه على العمل الكبير اللي قاعده تقوم به من خلال حمايه المعبر الرئيسي هذايا. لا وشوف معناها واللي يخم انه يجي عن طريق المطار، معناها مش عن طريق معابر اخرى بحريه ولا معابر بريه، معناها يستهدفك مباشره في قلب معناها الحدود بتاعك اللي هي الحدود الجوية. هذاك عليها اليقظة والعمل والمثابرة اللي تستحق تقريبا ألف تحية لمصالح الديوانة في المطار على الجهد هذايا. ونحن متأكدين أنه باش نسمعوا زادة إحباط متاع عمليات أخرى على مستوى معابر أخرى. فتحية للديوانة، تحية للعوين الديوانة والمطار على العمل اللي يقوموا به. نحكي على 311 كبسولة مثلا بلحة واحد من المسافرين يدخل 311 باش تتصور معناها عبد شنو ينجم يعمل باش ينجم يعدي المخدرات. كي تتفرج فيك المسلسلات معناها نتاع كيما التشابو مثلا تشوف معناها شيء عجب، معناها تقول عادي العبيد معناها هذوما كيفاش عايشين، راهو هذا بربي يتفرجوا عليه. مراه كومو ال اورز، مراه تخاف حياتها بزنس كبير، بزنس كبير. او راك انت تو واحد بعت لي ميساج قال لي سبحان ربي مرة ساعات كرش رفيق منفوخة وساعة تتنحى معناتها يدير الديوانة في المطار في المطار يجيو يحلوا علي أنا وي وميمة. قلت لكم تفرجوا في التشابو تشوفوا كيفاش معناها خواكين هذا اللي واحد من أكبر تجار المخدرات يحكم في المكسيك، حكمها بحكومتها بالسياسيين نتاعها بالميليتير نتاعها، راهو حاجة توقف المخ. أنا نقول بالحق هذا صاير، بعد ندخل باش نثبت نشوف الأخبار ونشوف لي زارتيكل نقرا اللي صاير في المسلسل هو بيدو صاير بالحق. ذاك هو فريمون معناها حاجه بعيده عن الواقع اللي احنا عايشين فيه هنا في تونس. هي الحلقه اليوم الموضوع الرئيسي نتاع 24 ساعه اللي صار البارح في مجلس الامن القومي. نعم. شو باش يجرى تو اليوم؟ معناها لو كان غدوه ما يصير كما قال قيس سعيد وما نحبهمش يجوا يعملوا عندي القسم وهشام مشيش يصر على الاسماء اللي اختار، شو باش يجرى؟ بلوكاج ولا لا؟ بلوكاج ما نعرفوش، وزراء يباشروا ولا ما ينجموا يباشروا، ينجموا ما يباشروش، باش يتحل ديبا واساتذه القانون الدستوري. واحنا ما عندناش محكمه دستوريه، ما عندناش محكمه دستوريه. معناها اول كما يحب الرئيس مراد اتصلت بخبراء في اتصلت بخبراء هو تو بون نقاش ماهوش تعرف ما ينجم يدوم ساعة. هو يقول لك اليمين يا بربي ما تحطش من قيمه البرنامج اليوم. واذا كان ماهوش لحظه، واذا كان ماهوش نتاع عرف ماك فهذا بسبب وجوده. والاخت باش نحكيو يا راه نظريه هي كما قالها الرئيس البارح هذه نظرية الشكلية الجوهرية. فما شكليات معتبرين شكلية جوستومون ماهي إلا شكلية، هذه الشكلية الجوهرية معناها لأنه أداء اليمين الرئيس قاله تقريبا فما شبه اجماع عليه. الخبراء اللي تسالت بهم شنو رايهم؟ عملت لهم تسالت بهم شكلية جوهرية. انا نقرا اليوم مثلا خليه يكمل الفكرة بركة بلاش يمين الوزير لا يمكن ان يباشر ولا يعتبر شكليه جوهريه موجوده في الدستور. يقول لك بلا يمين لا يمكن ان يباشر، ولكن الرئيس كي تجي تشوف كلهم قالوها لي مجبر بالضبط. سي تون كومبيتونس ما عندوش اختيار فيها. معناها دونك احنا من معناها بوزل. وشكون باش يفضها؟ صوت العقل شكون زعما؟ هنا كما تقول مثلا الباحثه والخبيره في القانون الدستوري منى كريم مثلا تحكي في علاقه باداء اليمين يعتبر اختصاص رئيس الجمهوريه مقيد. هي شكليه جوهريه اما الصلاحيه نتاعو مقيده، راهو لم يتلك له الدستور خيار الرفض او القبول، فهو اذا مجبر على قبول اداء اليمين. برا التاويل هذا كله ربي بطاقتنا بطاقاتنا لليوم اخرى. تحيه ل عوين الديوانة على الخدمة اللي قاعدين يقوموا بها. كانت هذه بطاقة برهان بسيس اللي بها انهينا البطاقات، بطاقة خضراء لمصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج. جوي معاش عندي وقت اشرف الشامي يستنى فينا حلقة كاملة. نحب نقول له جوايز انيفرساري اشرف، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. اشرف كل عام وانت حي بخير، وتحية لكم انتم اللي سمعتونا. كانت هذه حلقتنا لليوم، ملتقانا غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة من
اف ماك، تحيه لبرهان، تحيه للمراد، تحيه لزياد المكي، لسندريلا، لبرنس خليل في الاخراج، سيرين في الاعداد، وقسم الديجيتال 24/24. تابعونا على شان يوتيوب راديو اي اف ام. بعد شويه زينب الملكي، وبعدها وجيها في المدام. وجيها نهاركم زين. باي باي، تشاو تشاو.